لسه مكملين كلامنا عن العيد. عيد يعني خروج للجناين وفصح للأطفال، ومن أهم الأماكن اللي بتشوف إقبال كبير في العيد وفي المناسبات المختلفة هي طبعا حديقة الحيوان اللي شفت في الحقيقة تطوير كبير قوي في الفترة الأخيرة. خلونا نتعرف على استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال العيد من الدكتور محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ وسام. صباح الخير أستاذ مصطفى. اهلا بيكم، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. يعني حابين حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات اللي حديقة الحيوان بتشهدها في عيد الفطر المبارك عشان طبعا الزوار لما يجوا يزوروها. ولو حضرتك تسمحي لي بس ان انا اوجه يعني من خلالكم يعني التهنئة لكل مصر وقائد مصر يعني بالعيد الفطر المبارك، وطبعا ان شاء الله كل دايما مصر في يعني اعياد وفي نصر وفي رفعة وعزة ان شاء الله. ان شاء الله. أنا بقول لحضرتك يعني إحنا يعني حدائق الحيوان مستعدة طبعًا كعادتها كل سنة لاستقبال الأعياد، وإحنا يعني بنشتغل في محورين أساسيين. يعني المحور الأول يمكن هو صحة الحيوانات ومظهرها ويعني تدبير حيوانات جديدة، والحقيقة يعني كل الدعم كان من وزارة الزراعة في الفترة اللي فاتت، والحقيقة اشتغلنا من خلال يعني تفكير خارج الصندوق إن إحنا ندبر حيوانات جديدة بدون اي اعباء ماليه على الدوله. زي ايه يا فندم؟ واحنا الحقيقه يمكن اخرها يمكن من حوالي شهرين احنا جالنا سبع البحر، وده حيوان جاي من اورجواي، جه ذكر وانثى، وبرضه اثنين الاسكندريه، ده برضه يعتبر انجاز كبير جدا ان احنا نجيب حيوانات بدون اي تكلفه بالبدل مع حيوانات من عندنا. والحقيقه كان في متابعه يعني وبدلناهم بيه من معالي وزير الزراعه عشان نقدر نجيب الحيوانات وندبر حيوانات والحديقه تبقى مكتمله من المجموعه الحيوانيه. جبنا قبلها الزرافه. ايوه. وجبنا برضو يمكن النمور البنغاليه قبلها والكنجارو الاحمر، ويعني واثنين دببه برضو لسه جايبينهم عشان الدببه ده كان كبر شويه عندنا، جبنا دببه الحقيقه الروتي. كل ده يعني ملينا بيت الزواحف من الزواحف والاصالات والتعابين المختلفه، الناس هتتفرج على حديقه مملوءه بالحيوانات وحيوانات مظهرها جيد وصحتها كويسه جدا. ويعني طبعا الاطباء زمايلنا بذلوا جهد كبير جدا في فتره الوقايه والتحصينات، والحقيقه يعني الحمد لله الحيوانات كلها بصحه جيده. ويمكن ده موسم ولادات برضو، الناس هتشوف الولادات في كل قطيع موجود، ويعني الحديقه الحقيقه مكتمله من المجموعه الحيوانيه. الجانب اللوجستي يا دكتور رجاء، الجانب اللوجستي يعني احنا يعني لا بنتوقع مثلا وصول كام زياره؟ هل مثلا في بالتاكيد كان بيبقى في رحلات من محافظات مختلفه لحديقه الحيوان، بنشوف طبعا يعني اتوبيسات كده بتحمل عدد كبير جدا من المقبلين بالذات في عيد الفطر، ودي طبعا الزياره المفضله الاولى بالنسبه لكل الاطفال ان هم يشوفوا الحيوانات. متوقع قد ايه يا دكتور؟ ده حقيقه طبعا احنا يعني على مدار عيد الفطر اللي بيبقى دايما المعتاد بنوصل لعدد زائرين بيتخطى ال 300,000 زائر يعني. ويمكن طبيعه برضه الزائر بتختلف من يوم من اول يوم لتاني يوم، يعني اول يوم بيبقى الشباب اكتر، تاني يوم بيبقى الاسر المصريه بتبتدي تنزل بقى وتيجي من محافظات قريبه. يعني متوقع في حدود على مدار طبعا اجازه برضه ممتده شويه. ايوه. يعني فمتوقع من حوالي 300,000 زائر او اكتر شويه. طيب اتفضل. احنا طبعا عملنا، بس حابب اوضح لحضرتك ان احنا برضه في محور ثاني خدمات الجمهور، احنا عملنا خدمات كثيره جدا للساده الزائرين. يعني عملنا اهم الخدمات برضه كان افتتاحها معالي وزير الزراعه البيتنج زو، او اللي هي يعني حديقه حيوانات اليفه، دي برضه بتتيح تفاعل مباشر بين الزائر وبين الحيوان، يقدر ياكله او يقترب منه ويتصور معاه. زي ايه عندهم الحيوانات الاليفه الموجوده؟ للاسف. والحقيقه برضو عملنا برضو خدمات تنقل في عربيات جولف كار، في طفطف، في مدينه ملاهي متكامله، يعني في بدلات نهريه عملناها للمسطحات المائيه اللي موجوده، فدي كلها عامله متعه كبيره جدا للزائرين. ايه الحيوانات الاليفه الموجوده يا فندم؟ في البيتنج زو في اللي هي يعني بعض انواع الغزال، برضو الحصان القزم، اللاما، السلاحف، في زواحف برضو، في طيور جميله جدا مكوات وبغبغانات تقدر الزائر يتصور معاها مباشره، ففي مجموعه كبيره جدا من الحيوانات البريه الاليفه.
دكتور رجاء انت حمستنا احنا شخصيا ان احنا نزور حديقة الحيوان، يعني هنتابع مع حضرتك اكيد في الايام الجاية كل يوم في العيد باذن الله نتابع مع حضرتك. بنشكر الدكتور محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان على طبعا هذه المكالمة المداخلة القيمة.